موجز لأهم الأنباء من أونلاين. أسعد الله أوقاتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وخلال الاحتفالية قال الرئيس السيسي إن للعلماء دورا كبيرا في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تطال الدين الإسلامي الحنيف، فضلا عن دورهم في محاربة الفكر المتطرف. وأوضح السيسي أن الحضارة الإسلامية تأسست على العمل والجد والاجتهاد، مشيرا إلى أن العمل بهذه المبادئ يسهم في ازدهار الأمم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق في قصف جوي يرجح أن مقاتلات روسية شنته في إدلب. وأعرب جوتيريش في بيان له عن قلقه العميق حيال القصف، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل في الغارات. كما أشار الأمين العام إلى أن إدلب تعتبر جزءا من اتفاق خفض التصعيد، داعيا ضامني الاتفاق إلى الوفاء بالتزاماتهم. وقد تمكن الجيش السوري من طرد عدد من مسلحي تنظيم داعش من مدينة البوكمال شرقي سوريا. وأفاد ناشطون بأن الجيش سيطر على كامل المدينة بعد طرد التنظيم من شمال وغربها. وقد انسحب التنظيم تجاه بادية البوكمال بعدما حاولت القوات السورية حصاره داخل المدينة. واصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة التي تشهد استعدادات لانطلاق معركة استعادة السيطرة على المدينة ومينائها، فيما تنفذ الميليشيات حملة اعتقالات لمقاتليها الفارين من جبهة الساحل الغربي. وقد ضيقت قوات المقاومة الخناقة على الميليشيات في جبهات الساحل الغربي وكبدتها خسائر فادحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القمة التاريخية المرتقبة التي تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة قد تنجح بشكل رائع على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي عشية القمة صرح وزير الخارجية مايك بومبيو بأن المحادثات التمهيدية كانت تتقدم بوتيرة كبيرة، معتبرا القمة فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار العلاقات وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وصلنا مع حضراتكم إذن إلى ختام هذا الموجز، إلى الملتقى بإذن الله.